100%. الأمر الثاني أنها ثورة مدنية بالمعنى أن الدين لله والوطن للجميع 100%. وهي التي ساوت بين الأخبط والمسلمين عندما جلس جورج خياط. وجورج خياط يبقى حمى خالد منير، صح؟ شفت أنا يعني تابع. جورج خياط قاعد في نجر رمسيس ومجموعة عباط، قالوا له يا جورج ليه؟ قال الثورة اللي شغالة دي احنا مش مصريين. قال لهم والله لازم نقابل سعد باشا. ها؟ سعد وبعد كده سعد باشا بقى. وقال له ما موقفنا من الثورة؟ قالوا لكم ما لنا وعليكم ما علينا. شوف التعبير الدقيق الجميل. شوفوا كيف كانت مصر وكيف أصبحت. بهذا المنطق نعود إلى هذا الفكر الليبرالي الإنساني الذي يحيي كل تقاليد مصر وقيمها كما يجب أن تكون. لا أريد أن أجور كرئيس للجلسة على وقتها، ولكن أنا سعيد جدا بما سمعت خصوصا من أخي منير فخري عن الجوانب الثقافية والاقتصادية للثورة. لم تكن ثورة ضد المحتل فقط، ولكنها كانت أيضا ثورة ضد التخلف، ثورة حداثة، ثورة عصرنا، ثورة تقدم إلى الأمام في نواحي الأدب والشعر والغناء والموسيقى والفن وكل هذه الأمور. وأنا سعيد بالختام اللي عمله أخي العظيم الدكتور محمود أباظة عندما قال في خاتمة محاضرته أن كل هذه الرموز الفنية والسياسية في مصر خرجت من عباءة الأزهر الشريف. انظروا هذا الدور التقدمي الحقيقي للإسلام في بعض مراحله خلافا لما نرى وما نسمع وما نعلم حاليا. فتحية لكل من جاء في هذا اليوم ليحتفي بهذه الثورة، وتحية لأبطال مصر العظام من ثوار القاهرة الأولى إلى أحمد عرابي إلى سعد زغلول إلى جمال عبد الناصر. تحية لكل القيادات الوطنية في تاريخنا، كل حاول بقدر ما يستطيع وفي اتجاه يراه صوابا وهذا حقه، ولكن التاريخ في النهاية يدعونا حاليا وفي مصر وبشدة إلى القيام بعملية مصالحة كاملة بين مراحل التاريخ المختلفة. أنا ما أظنش إن في الخيانة يعني طبع سائد في الحكام المصريين، يمكن باستثناء محمد توفيق ما شوفش يعني خائن فلاجرنت بالطريقة دي. ولذلك كلهم اجتهد الواحد منهم بقدر ما يستطيع.